السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيبتي الكريمات، مرحبا بكم في قناتي وصفات متنوعة. اليوم جبت لكم كيفية اللي هي البيتزا الإيطالية، عجينة واحدة وثلاث أنواع، يعني جبتهم معكم نوري لكم كل نوع كيفاش درت له. بلا ما نطول عليكم نروحوا المقادير. قبل المقادير، هذه العجينة ما حشد لكم الوقت وسهلة التحضير، ويعني وديري وش حبيتي من ناحية الديكور. يلا هي المقادير. عندنا هنا كيلو فارينة، أنا استعملت كيلو فارينة صيرتها هاي ليك، وعندي هنا ملعقة أكل تاع ملح وزوج وعندي ملعقة أكل خميرة فورية كما راكم تشاهدوا، وعندي هنايا 2 ملاعق أكل سكر يعني يكونوا ملاعق ممسوحين، وعندي 4 ملاعق زيت زيتون ونصف لتر ماء دافي، يعني النص تاع الكمية تاع الفارينة. درنا كيلو نديرو نص. هنا خدينا الخميرة ودرنا لها السكر ودرنا شوية ماء وخلطناها هنا باش تحلنا العجينة الفارينة. هنا راح نزيد شوية فارينة، بعد ما تحلت شوية الخميرة راح ندير الفارينة وندير السكر ونخلطهم بهذه الطريقة، ونبقى نزيد الفارينة بشوية بشوية باش ما تغلبنيش، وندير لها شوية ماء وراني نطم هكذا بهذه الطريقة كما راكم تشاهدوا، ونزيد هنايا الماء ونزيد الفارينة حتى نكملها كامل هاي ليك بهذه الطريقة. هنا راح نكمل كامل المكونات هاي ليك، كملت هنا الفارينة والماء وزيت زيتون هاي ليك بهذه الطريقة. دركا راح نستعمل ايدي هكذا باش ندخلوا كاع المكونات في بعضها، نعجنوا مليح هذه العجينه هكذا، نطموها مليح، يعني انا ما نحتاجش نعجنها بزاف خاطر نخليها تروبوزي كما راكم تشاهدوا هاي ليك. نبقى نطم فيها ونزيد لها غير واحد شويه الفرينه باش نحيها يعني باش نمسح يدي بها، هذا ما كان يعني ما سلاش بزاف يعني ميم با ملعقه، راح نزيد لها غير شويه برك باش نطمي برك هكذا برك كما تشاهدوا هاي ليك قسما لميها برك، مش راح انا محش نديرها يابسه تانيك كما راكم تشاهدوا. نسقمها كاع هكذا، نسقمها بيدي مليح وراح نخليها تخمر يعني ترتاح وتروبوزي لمده ساعتين. هنا راح نخليها ساعتين كما راكم تشاهدوا هنا هاي ليك. نمسح كامل هذيك العجينه اللي حصلت في يدي، نطميها مليح هاي ليك، وراح نحطها ترتاح ساعتين المكونات كما كتشوفوا سهله، عندنا كاع هاد المكونات في المنزل هاي ليك. هنا درت لها هكذا الفرينه باش نحطها تروبوزي راني نسقم فيها هاي ليك بهذه الطريقه، ونحطها ترتاح نغطيها ونحطها بجه هاي ليك. الان نروحو باش نديرو لاصوص تاع البيتزا. هنا درت 3 ملاعق زيت زيتون ودرت لها بصله مقطعه قطع صغيره او مسكرفجه وزوج سنات ثوم، زوج او 3 سنات ثوم يكونوا متوسطين، وقعدت نقلي في هذاك البصل كما راكم تشاهدوا هنايا، قليته مليح بهذه الطريقه، قعدت نقلب فيه يعني ما نخلوش يتحرق، ندبلو مليح هكذا. هنا راح نزيد طماطم مقطعه يعني ابراج خاطر من بعد راح نرحي كلشي، نرحي كلشي في الرحيوه هذيك تاع اليدويه هذيك. درت هنا شويه ملح شويه في الكحل شويه زعتر الاعشاب، ديري واش حبيتي واش حبيتي ديري، حنا نركزوا على الملح وفي الكحل، والحاجه اخرى انا في الاخير راح نزيد لها طماطم وصباره. انا درت ملعقه اكل السكر باش نحي الحموضه، باسكو دوك نزيد ندير لها تانيك ملعقه اكل مصبره تاع طماطم. انا هنا راني درت لها ملعقه اكل تاع طماطم مصبره،
وخلطتهم وخليتهم يطيبوا، ومن بعد رحت رحيتهم. هنا راني نوري لكم البولات تاع البيونداشي. هنا قليتهم هو وابيض الدجاج، يعني تاع صدر الدجاج قطعتهم قطع صغيره وديتهم شويه من الشاف الكل، قليتهم شويه زبده كيما اللحم كيما صدر الدجاج. بالنسبه للبيونداشي هذوك تاع البولات درت لهم شويه من الشاف الكل وكورتهم، وصدر صدر الدجاج قطعتهم قطع صغيره وثاني قليتهم وممتو مع هذوك البولات تاع البيونداشي وحطيتهم بجيه. هنا كما راكم تشوفوا لي غارنيتور، وجدت هادو كامل فلفل احمر فلفل اصفر طوماطيش، عندي فرماج عندي بصل عندي صوص طوماطي وجدتها وحيدها، عندي هنا شامبينيون قلي بشويه زيت وشويه الكحل وملح، عندي هنا هادوك اللي طيبتهم البوله تاع البيونداشي وصدر الدجاج يعني قطعة صدر الدجاج، عندي المايس وعندي الجبن المبشور. ومن بعد نزيد نفهمكم. هنا دوكاتيك زربت الفيديو باش ما نطولش عليكم، كما قال مانيش حابه نكثر عليكم بزاف، حبيت ندير لكم خفيف. هنا كما راكم تشوفوا راني نحل في العجينه، راني يعني نحل فيها غير بالعقل، ما نستعمل لا حله لا والو. العجينه كي تكون معجونه مليح تقدري تشديها في يدك وما تخافيش، قعدي رولي فيها كما راكم تشوفي فيا انايا هكذا، روحي لها غير بالعقل غير بالعقل هكذايا حتى تلقاي روحك فيها غير بالعقل. كما قلت لكم هنايا انا درت حبه فلفل خضر يعني للديكور، حبه فلفل صفراء يعني حلو، وعندي انا حبه طوماطيش حيت الزريعة قطعتها ابراج، وعندي ثاني بصله قطعتهم ابراج، عندي قطع تاع الجبن قطعتهم مربعات او مستطيلات كما تحبي واي نوع تاع الجبن تحبيه، وهنا عندي جبن مبشور وعندي المايس وعندي الزيتون زيتون اسود. يعني انا وريت لك واش عندي هنايا باسكو قلت لكم زربت الفيديو، والاخت تدير اللي حبت هايلي. وجدت انا سوا تاع البيتزا بعد ما حليتها مليح وخرجت لها هذوك الجوانب خليتهم منفوخين ودرتها في لهنا في الموتاع البيتزا، ونديها للفرن نكون سخنته يعني درجه الحراره 250، نقدر ندير حتى 250 يكون الفرن سخون. انا يا حبطتها لتحت ودرتها مده 10 دقائق الى 12 دقيقه. انت كي تلحقي 10 دقائق شوفي الا لقيتيها مازال ما طابتلكش يعني شو زيدي لها. انا يا شعلت من الفوق ومن تحت طابولي جوجست يعني 12 دقيقة الماكسيموم، وانتي على حسب الفور تاعك يعني كي تلحقي 10 دقائق ودرتي يعني من تحت البيتزا وشعلتي من الفوق ومن تحت وخليتي سخن في درجة الحرارة 250، اتأكدي تلحق 10 دقائق شوفي مش تخليش تتحرق لك، خاطر كل فور وكيفاش داير انتي راقبي. لا صبتي مازال تحرم ولا ما يتعلقش من الفوق يعني من الفوق، طيبيها من تحت ومن بعد شعليها من الفوق، يعني كل وحده والفور تاعها. المهم شعلي الماكسيموم تاع الفور وعسيها، الا خفتي طيبيها من تحت ومن بعد طيبيها من الفوق، يعني على حسب انتي والفور تاعك وانتي والاخر تاعك القدرات تاعك، يعني الا خفتي ولا ما بهالطريقه. شوفوا انا سويتها على حسب السنيوه هذيك، يعني جاوني انا حقات جاوني 4 خبزات كيلو فرينه، جاوني 4 بيتزات كبار، يعني المول هذاك يرفد حوالي 32 سنتيمتر يعني الديامتر تاع الاخر. درت هنايا صوص طوماط، هذيك صوص طوماط زدت لها زعتره، شوفوا جات يعني ما شاء الله من فلوكو تاعها. من بعد رحيتها في المولينات هذيك الرحيوه اليدويه خير من الميكسيغ، وبعد يروح لكم اللون تاع الطماطم وكاع، انا جو بريفير نديرها بالرحيوه اليدويه احسن. انا ولا فريمون درتها في الميكسور عرفوا بلي الطماطم المصبره حنزيدها من بعد. هنا درت لها الجبن المبشور كما راكم تشاهدوا، بيتزا درتها رقيقه، وانا درت لها الجبن المبشور عمرتها بالجبن المبشور هكذايا فرماج غابي درتها باختو. درك هنا نزينوها كما نحبوا. انا هنا درت الخضر، درت الفلفل الاخضر الفلفل الاخضر وفلفل اصفر هاي لي كما راكم تشاهدوا هنا، وزعتهم اللي عندها احمر تزيد الاحمر، انا كي راح ندير الطماطم ما نحبش نزيد ندخل الاحمر. درت هنا ابراج تاع الطماطم كما راكم تشاهدوا هنايا هاي ليك، كما يعني اللي ما فهمتش المقادير في الاول راح تفهمهم هنايا. انا درت الفلفل يعني الطماطم حيت لها الزريعه وقطعتها هكذايا كما تشوفوا شرائح هكذا بهالطريقه، ونخلي شويه السنيوات الاخرين هاي ليك بالطريقه، ودرت البصل وزعت البصل هنا وزعت كاع البصل هاي ليك، يعني تجي بنينه البصل كي يطيب يعني فريمون كي تلاقى مع لاصوص والفرماج يجي ما شاء الله. درت هنايا لي فيونداشي هاي ليك، وفي سنيوات واحد اخرى يعني واحد اخرى ندير تاع سلامي، والاخرى راح ندير تاع صدور الدجاج هذاك المربعات هاي ليك ما قلتش هنا. انا درت المايس ها
درت باختو مايس باش يكون عندها كوك وعاد شي حبه هاديك. وانا درت شامبينيون قليتو يعني هذوك تاع العلف قليتو يعني بعد ما صفيتو وغسلتو مليح قليتو بشويه زبده ومن بعد كي بدا يدير الصوت يعني يطرطق درت له شويه فلفل وشويه ملح قرصه فلفل وقرصه ملح وقليتو مليح يعني حمرته وحبيت نديرو هكذاك وزعتو دوك على البيتزا ودرت الزيتون هنا كما راكم تشاهدوا درت الزيتون درك هنايا كما قلت لكم راح نديرها طيف في الفرن كما شرحتكم قبل ما ديروا 50 درجه مئويه مده حوالي من 10 12 دقيقه بعد ما طابت وتشوفوها حمراء. انا درت زيت الزيتون درت لها شويه زعتر يعني من الاحسن هاد الصوالح توجديهم من قبل يعني وجدي قرعه ديال زعتر ديري واش حبيتي الران تحطيهم كاع في القرعه هكذايا وخليه يقعد يامات يعني كما يقعد بزاف يجي بنين وكنت نهار تروحي ديري بيتزا ولا تفرغي. بون انا خدمتها لكم شي بلاصه هكذا يعني كل واحد واش يحب يدير لا يعني ما يحبش يدير ما يديرش يحب يدير واش زيت الزيتون ولا يحب كيما تحبي. انا هنا يعني خلطتهم انا حسيت بلي يجوا بنان درت لهم هاي ليك ولا تحبي ديري لها زعتر قبل ما تدخليها الفرن مثلا وزيت الزيتون هو في الاخر. هاد الحوايج ماشي مهمين يعني كيما تحبي ديري هاي ليك كيما راكم تشاهدوا هنايا هاي ليك هاي البيتزا تاعنا واجده هاي ليك كيما راكم تشاهدوا هنايا كيما راكي تشاهدي هنا دوك راني قطعت لكم قطعه هاي ليك قطعت لكم قطعه باش تشوفوا يعني انا ما درتش موتزاريلا يعني موتزاريلا تجي من تاع مكا هكاكا ما درتش انا موتزاريلا درتو عادي كيما راكي تشاهدي درت كاع الخضر درت الشامبينيون يعني قليتو في الزبده ولا في المارغرين وشويه في الكحل شويه ملح. هنا كيما راكم تشاهدوا النوع الاخر حبيت نطوع لكم الفيديو هذه بنفس الطريقه درت يعني لاباط درت لها صوص طوماط ودرت لها الجبن المبشور ومن بعد قطعت عليها هذوك الشرائح سلامي ودرت لها قطع الجبن جبن اختياري. وهنايا كيما راكم تشاهدوا نفس الطريقه تاع البيتزا الاولى اللي هي باللونداشي برك هنا انا درت لها قطع صدر الدجاج يعني هذا ما هذا هو الفرق كما راكم تشاهدوا وانا قطعت لكم هنا طرف يعني نفس الطريقه برك تختلف الديكور والمكونات اللي تكونوا حطوهم. في النهايه نقول لكم ان شاء الله نتمنى لكم شهيه طيبه وان شاء الله تنجحوا في الوصفه ودعموني وان شاء الله نتلاقاو كما قال في وصفه اخرى بحول الله.